مرحبا بكم. قناة الجيش مشروع تطويرها الخدمي والترفيهي لأبناء بغداد عموما وأبناء شرق القناة المعروفة فقر أهلها خصوصا يعود إلى الواجهة من جديد من بوابة أمانة بغداد. هذا الحلم المنتظر منذ سنوات دون أن يرى النور ما زال المشروع مكبا للنفايات بعد أن صرف عليه أكثر من مليار دولار حسب تصريحات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظم. فنتابع ما تحدث به المواطنون ولنا عودة. سمعت إنه عائلة كانت يعني قاعدين من دول اللي بالشارع وهذا، فإجا واحد من دول الجيش هذا راد يساعدهم. قالوا أنتم ليش قاعدين بالشارع؟ هاي مال قناة الجيش، أكو بانين بيها غرف ما غرف، فتعالوا قعدوا بيها. قعدوا بيها، فإجت دول النفوس ضعيفة ظلوا يمرون عليهم، عبالهم يعني عندهم أمور هذا، فظلوا يسوون أمور غير أخلاقية. قناة الجيش هي قناة قلت لك طريق رابط ومهم، والمفروض تكون هي يعني حسب التخطيط والتصاميم اللي عنوها قبل فترة انه راح تكون بحدائق وبمجسرات ومربوط بكاميرات. الآن مهمل الطريق، ما أعرف يعني شنو الموضوع اللي التلكؤ اللي دا يصير، مع العلم النفط بزيادة، إيرادات العراق موجودة، الوضع الأمني جيد، ما أعرف شنو التلكؤات اللي تصير اللي تعرقل المشاريع. كبوكان يعني هاي الرابطة مثلا من مظفر الساحة 83 ما تقدر تفوت، ما تقدر تمشي، ما تقدر هاي، لأن المنطقة كلش ظلمة. يعني هسه أنتم عفوكم هسه من الترميم، عمي ما أريد الترميم، جيبونا لايتات صغار، خلوا لايتات بقناة الجيش، هسه قلبات ما تشتغل. يعني خلوه إنارة، خلوه الكوب، سووا منتزة، سووا الكوب فشي يفيده، يعني واحد من يفوت يرتاح على الأقل يحس بنفسه. هاي خيرة بعده موجود شوية، عاد احنا مريد هاي شوية مثل ما يقول قول تلي قول. بعد حديث المواطنين عن مشروع قناة الجيش اللي هو المشروع استراتيجي في وسط بغداد، طبعا هذا المشروع اللي هو كان مفترض يعني ينجز عام 2011 اللي أطلقت عنا أمانة بغداد مشروع لتطوير أراضي جانبي قناة الجيش. طبعاً هذا كان بقيمة 146 مليون دولار، يعني بقيمة 175 مليار دينار عراقي. هذا المشروع باعتبار أموال ضخمة، فأكيد راح يشمل تنظيف مجرى القناة أو مجرى القناة الممتدة اللي هي تقريباً مسافة يعني 22 كيلومتر، وأيضا تعبيدها بالإسمنت وحاطتها بالطرق المعبدة والجسور وتشجيرها وكثير من الأعمال ومناطق ترفيهية على طول طريق القناة وفق مواصفات عالمية. هذا طبعا مبلغي 175 مليار يعني أكيد يناسب. زين، هذا من شأن المفترض يغير يعني واقع المناطق اللي هي شرق بغداد اللي هي تشمل الشعب والصدر الأولى والثانية والأمين والضيلية والبلديات وتسعة نيسان والعبيدي وحيور. بس الغريب وشنو اللي صار انه ما بعد هذا العقد وما بعد هذا المبلغ العالي صار تقريبا من 2011 لليوم، يعني هسه احنا بعام 2024 المشروع مثل ما هو باقي وصار مكب للنفايات، بل صار مكان خطر على الاهالي طبعا، والمشروع بفساد. هذا الكلام مو أنا اللي أحكي، تحدث به رئيس الوزراء السابق السيد مصطفى الكاظمي إثناء زيارته لهذا المشروع اللي قال عليه ما يزال أجزاء كبيرة من هذا المشروع مجرد مكب للنفايات وساحة خاوية وهو مشروع فساد. خلونا نتابع حديث الكاظمي ومن ثم لنا عودة في الحديث. إن شاء الله بهذا الجهد نبعث رسالة تكامل مؤسسات الدولة العراقية تنجح تعبر التحديات. هذا المشروع مع الأسف الشديد مشروع صرفت عليه مبالغ هائلة في حالة إلى هدر مع الأسف الشديد. الآن فرصة شلون نستعيد بهذا الظرف، نبحث عن الاستقرار حتى نبحث عن فرص للإعمار. أشكر كل الوزارات كل المؤسسات اللي تقوم بهذا الجهد الطيب، من الحج الشعبي، أمانة بغداد، وزارة الإسكان، وزارة الكهرباء، وزارة النفط والزراعة والمواد المائية، وإن شاء الله
تكون هاي رسالة للجميع، العراقيين يستطيعون أن يعبروا التحديات. شكرا جزيلا أخوان. أكيد واحد يسأل يقول ليش رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قال هذا المشروع بفساد؟ حق مشروع، وأكيد هذا الاتهام يعني بمعناها متهمة الأمانة السابقة أو قبلها، وأيضا متهمة بجهات معينة، وربما هذا حديث السيد الكاظمي أثار حفيظة بعض السياسيين. خلي نجي على القصة، قصة مشروع قناة الجيش. القصة وما بيها بعد توقيع العقد بعام 2011 عبر أمينها السابق اللي كان بوقتها صابر العيساوي مع شركتين اللي هم المقاولون العرب المصرية وشركة الغر الأردنية، اللي يقولون عن شركة الغر الأردنية حسب مصادر أنه تابعة الواحد عراقي تاجر عراقي، هذا التاجر مرتبط بجهات معينة وإيده شوية طويلة. طبعا هذه الشركتين هم اللي استلموا المشروع، بس مع بداية العقد كان اكو اعتراض المجلس محافظة بغداد السابق اللي هو بوقتها احترضوا وقالوا يابا ترى هذا المبلغ كلش عالي، يعني مبالغ ب 175 مليار دينار، وهو الموضوع ممكن يعني ينفذ بجهد هندسي من قبل الدوائر البلدية الموجودة اللي هي تمثل مقاطعات اللي هي تشمل الشعب وصدر الأولى والثانية والغدير وبغداد الجديدة، وتكون كل مقاطعة ينطونها مبلغ 30 مليون دولار، وبالتالي يصير مشروع وطني على اعتبار قناة الجيش اللي فتحها هو منو عبد الكريم قاسم أول رئيس جمهورية، طاردت بعض الشركات الأجنبية كانت يابانية تقول 3 سنوات تفتح هذا المشروع، قال علي من عندنا جهد عراقي وأبنائنا أبناء الجيش فتحوا هذه القناة بطول 22 كيلومتر وسميت بقناة الجيش. لو جماعة شوية أكو وطنية كان خلوا المشروع وطني، بس بعد هي هم قطرة الوطنية لا وقعت انتهى الموضوع. المهم الحال المشروع لهاي الشركتين اللي قلنا عليها معترضة مجلس محافظة بغداد، المشروع مشى ووقعوا الجماعة. بس الغريب هذا الموضوع أنه يعني قبل لا يوقعون العقد بسنتين وزارة الموارد المائية قدمت طلب إلى أمانة بغداد وقالت لهم يا أمانة بغداد يا أخوان يا أعزاء مستعدين نسوي هذا المشروع وبمبلغ ربع المبلغ اللي أنتم قدمتوه لهذه الشركتين اللي هو 175 مليار يعني قرابة 28 مليار وشوية زايد، شوفوا الفرق، وأيضا بأيادي عراقية يكون مشروع وطني. بس الحكي ما له شراي والموضوع مشى وتنفذ المشروع ووقعوا. شباب حتى يصير كلامنا حقيقي واقعي عرضوا لنا وثيقة الموارد المائية اللي يطالبون بها الأمانة بأخذ المشروع وتنفيذه بأقل مبلغ مالي. طبعا حتى نأكد كلامنا انه اكو مبالغة بالمبلغ المالي وبالتالي ما نحال الى وزارة الموارد المائية ولا تم احالته الى البلديات الموجودة على طول قناة الجيش. كان اكو اعتراض من قبل مجلس محافظة بغداد وكان واضح يابا انه ترى المبلغ مبالغ بتنفيذ مشروع قناة الجيش، بس قلنا الموضوع مشى وتم الاتفاق مع شركتي المقاولون العرب المصرية والغر الأردنية اللي قلنا هي أصلها شنو ترجع الواحد عراقي هسه حسب ما يقال. زين بنفس الوقت كان أكو حديث المجلس مكافحة الفساد يقول أنه أساس العقد كان منافيا للضوابط بعد أن حصلت الشركتان على المشروع بنظام الإحالة. تعرفون شنو معنى الإحالة؟ معناها سلام عليكم فلان تعال خذ هذا المشروع، ماكو لا مناقصة ولا شيء. مناقصة تقدم مجموعة من الشركات وبالتالي أنا كصاحب جهة مستفيدة أشوف من الأفضل إلي عروض مبلغ أقل، هذا ما صار. يعني معناها الموضوع مخصص إلى جهة معينة أو حتى ما نروح بذاك الرأي شخص معين، التنافس انتهى. يقولون أيضا يكملون وهو ما ضمن لهم الحصول على أسعار عالية، طبعا هم متفقين بعد على الإحالة.
ما يمكن يحصلون عليها هاي الأموال لو كان عن طريق فتح باب العطاءات. وإضافة إلى أنه مو فقط هنا انتهى الموضوع، لا، راحوا الجماعة سووا هنا، راحوا لهم وضافوا لهم أيضا بعض الإضافات اللي هي قيمتها 11 مليون دولار، يعني ما قيمته اللي هو أكثر من 13 مليار دينار عراقي، مبالغ إضافية على العقد فوق ال 175 ضافت شقد 13 مليار، والحاسبة تحسب. طبعا هذه ما اندرجت أول مرة بالعقد، ضافوها مرة ثانية. وهنا هذا بحسب كلام مجلس الأعلى لمكافحة الفساد يقول ما بي شفافية، لأن لو أكو شفافية حقيقية كان المفترض من البداية أكو عقد متفق عليه، بس الموضوع راح مشى واتفقوا الشركات وياهم وتعاقدوا. وهنا يعني حسب كلامهم يقول يعني وجود مصالح مشتركة مع الشركتين اللتين تمت إحالة المشروع ليهما، خصوصا أن معدلات التقدم في التنفيذ غير واضحة. وبعدها يعني كل هذا راح أنطوهم المبلغ اللي هو هاك استلم فوق العقد مبلغ مالي. وحتى نوضح كلامنا، وخاف يقول هذا تجاوز ونقول حق الرد مكفول للجميع، شباب عرضونا العقد مع الشركتين اللي هو يمثل طريقة الإحالة وليس طريقة فتح باب العطاءات. زين، هسه نجي المن إلى مخالفات الأمانة العامة أو العفو أمانة بغداد، لأن هي الموضوع متعلق بأمانة بغداد اللي كان يعني أمينها أنا ذاك الأمين الأسبق اللي هو صابر العيساوي. أيضا حتى نكون واضحين، حق الرد مكفول أي شخص يرد اسمه بهذا الموضوع أو يرى أنه متعلق به. طبعا بعد ما تم الاتفاق مع الشركتين هنا طلبوا على أنه تكون سلفة تشغيلية، هي الشركة نفسها قدمت طلب إلى أمين بغداد أنا ذاك، قالت سوي لنا سلفة تشغيلية حالنا حال مشروع مطار بغداد. راح يقولون شنو علاقته بمشروع مطار بغداد؟ أنا أقول لك. طبعا هو المشروع الحال بوقت كان بيه العراق راح يستقبل القمة العربية، فكان المفترض طريق بغداد يأهلونه حتى الزائر يجي من المطار ما يشوف شغلاتنا مو حلوة، يشوف شغلاتنا بس الزينة، حتى يوصل للخضراء يجتمعون هناك. هذا المشروع اندرج وياه اللي هو مشروع قناة الجيش. أنا ما أعرف شنو علاقة مشروع قناة الجيش بمشروع مطار بغداد. هو الزائر يجي من هناك عن طريق مطار بغداد ويروح للخضراء، شي يجيبه على قناة الجيش ما أعرف. المهم هسه الجماعة شلون مرتبينها شلون مسوينها، جزء فكرة معينة لحد هنا هذا تمام. الموضوع ايش قال لو يابه سوونا سلفة تشغيلية، تموت جماعة اللي مشتغلين مطار بغداد اعطيتوهم سلفة تشغيلية 30%، احنا هم مطونا 30%. زين، هو الموضوع ما يصير ليش؟ لان انت نفسك يا امين بغداد الاسبق قلت انه لا تنطون اي سلفة تشغيلية الا نسبتها 10%، وهذا الكلام تأكد اللجنة الفنية اللي انعرضت عن طريق قسم العقود، عرضوا وثيقة مخاطبينك يا سيادة الامين ترى ما يصير 30% هذه هواي، هو لازم 10%. حسب كلامك انت طالبت هنا، قال لهم لا الموضوع مشوا وانطوهم 30%. طبعا هذا الموضوع يثير شبهات، على اعتبار انت شلون تنطي شركة 30% وناس تنطيها 10% وانت صدر قرار وبعدين تخالف قرارك. كل هذا انتهى ودزوا له كتاب ثاني اللي هو بيوم 16 شباط 2011 من قبل مدير العقود بالأمانة، يتحدث به عن وجود مخالفة. قال له ترى أكو مخالفة، بس مع هذا الجماعة خذوا السلفة ومشت حسب الأصول. بس يا أصول أنا ما أعرف، خلونا نشوف هاي الوثيقة اللي تخص السلفة التشغيلية ونرجع أيضا نتحدث عن هذا الموضوع. كل اللي سولفناه بكفة وأوراق الشركتين اللي هي شركة المقاولون المصرية
وشركة الغالي الأردنية بكفة أخرى. يعني تتعاقد مع شركتين بمبلغ يوصل 175 مليار دينار عراقي، وتضيف لإضافات 13 مليار دينار عراقي، وهاي الشركات ما بيها أوراق تسجيل. معقولة؟ يعني أنا أتعاقد مع شخص ما عنده لا أوراق أصولية، لا عنده تأمينات خاصة، لا عنده اللي هي خاصة أقصد بها يعني مبلغ 5%، أيضا الكفالة المصرفية ما موجودة، أيضا أوراقها اللي مسجلة بدولتها ما موجودة، مصادقة من وزارة الخارجية لا بمصر ولا بالأردن موجودة. يعني هذا الكلام نسولف عن مبالغ مليارات تعطيها الشركة ما بيها أوراق، موضوع بصراحة يحتاج لألف سين وصاد. بل هي دعوة لهيئة النزاهة إلى القضاء العراقي اللي نأمل بهم كثير، أنه مو الموضوع خلص نسد بوقته وبعد انتهى، ترى هذا مال عام، لا تصور ينتهي بيوم وليلة. إذا اليوم إحنا ما نحاسب جباشر غيرنا يحاسب، فلازم الموضوع يرجع نحدث به من جديد، لأن هذه أموال إذا راحت من يرجعها بعد إلنا، وهي هي وين بعد راحت. المهم فالموضوع هنا طلبوا من السيد الأمين يابا جيب لنا أوراق الشركات، ترى يعني ما يصير أنتم متعاقدين مع شركة وما بيها أوراق أصلاً، وعلى أساسها طالبة الأمانة من الشركات يابا جيبوا لنا أوراقكم الأصولية، بس ماكو لحد هاي اللحظة، وحسب ما يقال المصادر أنه لحد تسوية الموضوع ب 2015 ماكو أوراق أصولية للشركتين. تصور موضوع دفعت فلوس والموضوع خسر والمشروع انتهى وصار به مساواة وأوراق تسجيلية للشركتين ماكو. زين معقولة؟ يعني معقولة؟ وأكد على هذا كلامي شلون أنه أحد النواب في ذاك الوقت اللي هو سيد شيروان الوائلي طلب يابا شوفونا أوراق الشركة المصرية على اعتبار شركة الغري شركة ثانوية، شباب عرضونا هذه الوثيقة اللي طالب بها السيد النائب معرفة أوراق تسجيل الشركة المصرية ولنا عودة أيضا. بعد كل هذا اللي حكيناه تقريبا في 11 حزيران 2020 زار السيد الكاظمي، عرضنا أول بداية حديثة المشروع قناة الجيش وقال هذا المشروع بفساد. بعدها بيوم 25 حزيران 2020 أعلنت أمانة بغداد عن إنشاء قسم قناة الجيش البلدي. أول بداية خاطبوهم مجلس المحافظة قالوا لهم يوم عودين خلوا أجزاء عن طريق البلدية، بلدية الشعب، بغداد الجديدة، مدينة الصدر، رضوا حاله. هسه وين رجعوا؟ للمربع الأول اللي هو إحالته إلى أقسام البلدية، وخلوا قسم حتى ما يصير نفس الموضوع، خلوا قسم البلدية وقالوا هذا الموضوع يتولى متابعة أعمال القناة اللي هو قسم البلدي التابع لقناة الجيش. الخدمية تمتد من صدر القناة أقصى شمال بغداد وحتى الرسومية جنوب شرقها، وذكرت الأمانة أنه القسم سيقوم بإحياء القناة وإدامتها باستمرار من خلال رفع مشوهات وتقييم أو تقليم الأشجار وسقي النخيل ورفع واستبدال الحشيش. هذا الحشيش فد مصيبة، هسه يطلع واحد يسولف عنه ويشوف المصايب، وعلى أساس مياه وإنارة إلى آخره، كل هذا اللي سووه طبعا وحديث من 2020 اليوم راح تشوفون آخر ما تحدث به المواطن العراقي عن هذا المشروع وكيف عبر عن استياء. عرضونا حديث أحد المواطنين ونرجع للحديث مع ضيفنا. وهذا الزرع كل ما يحطونه ثين ويحترق ويخرب من ورا، ما حد يعرف يسقيه ولا حد يعرف يدير هذا المشروع، ما يعرفون يحطونه واحد براسه حاضر المتخصص، بس يجيبون بالمليارات ويذبونن الفلوس، يجيبونن ويذبونن حتى هاي والزرع والقياح صبخه كل يومية محترق ويجيبون جديد ونخلي، وكل يومية تعال على القناة شيل الدغل، اتحدث المذبوه يجي شيل الدغل نلقى هاي الصبخه صبخه الثيل الدغل ما ينشال يطق ظهرني الله شيل الدغل. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وأرحب بضيفي في هذه الحلقة الناشط في مكافحة الفساد سعد ياسين. حياك الله سعد ياسين في بعد التحري. سعد ياسين كل هلا بك. مشروع قناة الجيش تحدثنا في هذا الموضوع
ابتداء من بدايته إلى ما وصلنا اليوم على هذا الحال لهذا المشروع اللي صرفت مليارات وبالتالي أصبح مكب للنفايات. زين، مشروع قناة الجيش هل بات بصمة لفساد الحكومات أم أن الحكومات أفسدت مشروع قناة الجيش؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الفرصة. الحقيقة قناة الجيش صار جزء من التراث جزء، لأن سنة 2011 مع المشاريع اللي تبنتها الحكومة وقتها لتأهيل بغداد من أجل إقامة مؤتمر القمة العربي يعني في وقتها، فهذا المشروع كان، ولكن وتحدثنا به سابقا وكان اكو يعني شاركت في عده تقارير استقصائيه. هو انا اليوم اريد ارجع لهذا الموضوع الماضي فتحه من جديد. فاحنا من اجل ان يصير تطور يعني لا من اجل ان نعرض وكذا وما لا، اساس المشروع من حيث الجانب القانوني المشروع فاسد ابتداء من الاحاله. طيب، يعني كانت بدون منافسه. ثانيا المخططات لم تكن مكتمله. ثالثا الجهة الاستشارية التي هي نفسها أمانة بغداد، أكو هناك قصور إداري وفساد، وهذا مو كلامي يعني كلام الحكومات. خلنا نجي خطوة خطوة. من أين بدأ فساد مشروع قناة الجيش تحديدا حسب؟ لا، من الإحالة. تم الرصد من الإحالة المباشرة. يعني اولا لان المشروع ما طرح ما طرحت المناقصه للتنافس بين الشركات، لم تعتمد امانه بغداد على جهه استشاريه واضحه. طيب، بالاضافه لذلك هذه الشركات يفترض ان تكون مسجله في دائره مسجل الشركات. طيب، وعندها كفاءه ماليه وعندها خبره اعمال مماثله هذه حتى تدخل التنافس. طيب، ثم يتم تحليل العروض والإحالة. أمانة بغداد أحالت الموضوع بشكل مباشر على شركة الغري الأردنية وشركة المقاولون العرب، والمقاولون العرب انسحبوا منها، طلع شيء اسمها أيضا يعني عليه إشكالات، والشركتين ما مسجلة وما مقدمين حسابات المالية لثلاث سنوات. خلي أجي لقضية الإحالة أول مرة. شباب عرضونا عقد المشروع مع الشركتين بطريقة الإحالة. هسه الشباب راح نعرض إحنا وثيقة بالجو حتى نعم. هذه الوثيقة تكون أمام جنابك وبالتالي نعلق على كيفية تمت العقد، يعني ليش راحوا طريقة الإحالة مو طريقة المناقصة. المعروف أنه أغلب المشاريع تكون طريقة مناقصة وبالتالي تقدم عطاءات الشركات ونشوف يا تحليلها الحوضة. تمام، طيب هذه الوثيقة بالجو. الآن أني أروح يقول هنا أشار إلى تقرير لجنة الدراسة، ويعني هنا المؤرخة ب 28/11/2010 هم دارسين المشروع، يقول قيمة المبلغ 162 مليون دولار. توصي اللجنة للتدقيق والإحالات بإحالة أعمال الموضوع علىه إلى شركة المقاولون العرب المصرية. صحيح. بمبلغ 146 أيضا مليون دولار، وذلك بعد مناقشة جدول الكميات من قبل اللجنة على أن يتم توزيع فرق المبلغين على فقرات الجدول إلى آخره. يعني هنا تم الإحالة بشكل مباشر. هو شو السبب؟ السبب إحالته بشكل مباشر؟ في حين وزارة الموارد المائية أجي هذا الموضوع. بس ليش راح بطريقة الإحالة ما راح بطريقة المناقصة؟ لا لا، هي هاي شبهة فساد. أنت أي مسألة هسه احنا عندنا في إدارة العقود والمناقصات، احنا عندنا مجموعة شركات متخصصة. طيب، احنا نسميهم في مجالاتهم بكتين، يعني العشرة الكبار، الأربعة الكبار، الخمسة الكبار، حسب تخصصهم. هذه شركات معروفة متخصصة وأعمالها متى يتم يعني يتم توجيه الدعوة لهم بشكل مباشر. طيب، يتنافسون بيناتهم. يعني مو شركة، هذا العرف، هذا عرف هذا كل المناقصات. وهذا جزء من الشفافية ومؤشر. زين، خلينا نكون واضحين، يعني أكو علاقة ما بين الشركتين مع إدارة أمانة بغداد السابقة
او مع جهه حكوميه ومع هذا نقول حق الرد مكفول احنا لمن يرد اسمه هذا الموضوع؟ احنا عندنا الوثائق الرسميه ابتداء الجهه الرقابيه اللي هي جهه مجلس النواب، طيب هم ممثلي الشعب. الجانب الثاني هي الاحكام القضائيه. الاحكام القضائيه ادانت حكمت يعني بسبع سنوات على امين بغداد نعيم عبعوب في حينها، طيب في حين صابر العساوي انحكم لمده سنه وبموضوع يخص شارع رشيد، يعني ما يخص في حين اللي حال العقد هو صابر. شنو اجى الصفحه هذه مال شارع رشيد؟ لأن اي هاي الادانه اللي صارت عليه لمده سنه يعني انحكم، ونعيم عبعوب انحكم لمده سبع سنوات. طيب وصارت لها تداعيات بين لبنان وسوريا واستردادهم ما شنو سالفته ايضا طويله وشلون كان تم تهريبه. اذا الاحاله دون المناقصه كان هو باتفاق مسبق لاكو؟ نعم اكيد باتفاق مسبق وبتاثير سياسي ربما، لانه كل هاي الامور تروح تمويل جهه سياسيه. النقطه الاخرى مدير العام الاداريه والماليه ايضا الحكم مع نعيم عبعوب في هذا الباب. احنا اللي يهمنا شنو؟ طيب احنا اللي يهمنا من سنة 2011، نحن الآن في سنة 2024، يعني 13 سنة تقريباً. 13 سنة هذا المشروع في وسط بغداد الحيوي واللي يأثر على البيئة ويأثر حتى على الجانب النفسي، طيب. يأثر على جمالية المنظر والتأثير على يعني الجانب البصري، أهمية الخدمية لحد الآن، بالإضافة إلى خسارة 13 سنة من حيث القيمة الزمنية. هسه اللي شنو اللي صار عندنا؟ زين احنا شوف قبل هذا القيمة الزمنية خلي ارجع مبلغ من ذكر هو خلي ارجع للمبلغ. مبلغ الإحالة بالدينار العراقي 175 مليار اللي هو يعني بوقتها 146 مليون دولار. هذا المبلغ بوقته كان ضيف له هاي انت سولف لي عنها، بس المبلغ كان مبالغ به لو كان واقع؟ لا اكيد مبالغ به، والاثبات على ذلك وزارة الري يعني وزارة الموارد المائية، طيب قدمت على المشروع ان تنفذ المشروع بثلث القيمة قيمة المبلغ، بمعنى هنالك تضخم بالاسعار التخمينية اللي هي بوثيقتها شباب عرضونا وثيقة الموارد المائية حتى يتحدث عنها جناب. طيب. فأبدأوا استعدادهم بين ينفذون هذا البرنامج، طيب هذا المشروع بثلث القيمة، الحكومة تنفذ بثلث القيمة وبها ربح فائدة، يعني اللي هي تقول هنا القيمة مالته 27 مليار دينار. 27 مليار انت احسبها من وفق هذه الوثيقة الآن هي بالجو الموارد المائية عرضت على رئاسة مجلس الوزراء وخاطبة أمانة بغداد، يقول خاطبناهم قبل سنتين انه احنا نقدر نسوي هذا المشروع بمبلغ 27 مليار ضمن جسور وجزء جهه قطاعيه بالمناسبه وجهه قطاعيه. لا هي جهه قطاعيه لانه اكو منظومات للارواء بها. طيب فوزاره الموارد المائيه والري والموارد المائيه هي الجهه المتخصصه في هذا الرفض. هذا الجانب هذا يعني هذه شبهه الفساد اللي عندنا اللي على اساسها في مجلس النواب وفي القضاء تم الحكم على اساسه. يعني هذا الباب. وبعدين ايش قد كلفتنا بانه هيئه الحشد ايضا توجهت جهدها الهندسي باكمالها، يعني جهد هندسي يعني هذه اقل تكاليف يعني سوى المواد التكليف المواد. طيب. يعني هي حال الجيش والداخلية يعني كقوة عسكرية. يعني والحقيقة اللي يشوف المنظر حاليا شباب يعرف يعرضونا وياك لوب حول يعني مشروع قناة الجيش نشوفه. بعدين صارت على البلديات بعدين صارت على المقاطع البلديات، وهذه كلها تكاليف مالية. ها كلها تكاليف مالية. طيب والآن هسه إذا تعبر أي جسر إحنا ما نقدر نمشي ويا طول القناة ولو بالسيارة، واضحة لو تعبر أي جسر شوف مدى النفايات اللي حوالين الجسور يعني في الصعود والنزول من الجسور. فهذه مع الأسف يعني بتشوه بصري كبير. وكان يفترض أنتوا مثلا شباب أنتوا الله يحفظكم طول عمركم إن شاء الله تلحقون على تشوفون المنظر من جديد، يعني أبها يكون. ولكن إحنا في ذاكرتنا
في الصوره على قناه الجيش. قناه الجيش الوطني ما حد يعرف اللي سوتها يا ما حد يعرف اسم الشارعين منو، شنو هذا الشارعين؟ شارعين الذهاب والاياب، شنو المن باسم من؟ باسم من؟ الشارع الاول باسم عمر الخطاب والخليفه عمر الخطاب، الشارع الثاني باسم الخليفه مولى امير المؤمنين علي بن ابي طالب. اها يعني تخيل الاسمين في هذا اللي يحيط بالقليلي قليلي. اي سنه هذه تقريبا؟ هي اساسا صارت مثل 61. هي بدات بال 59، اربع سنوات استمرت الحفر مالتها. سنتين كملت، سنه ونص كملت. وطولها 22 كيلو. تبدي من منطقه الصدور شمالا وتنتهي بالرستميه جنوبا. زين اريد تقارن لي بهاي المقارنه. انا طفل واخذ سنارتي اصل سمك بالقناة. تقارن لي بهاي المقارنه، بعهد عبد الكريم قاسم كان عرضوا المشروع على شركه يابانيه. طلبت إنجاز المشروع يمكن حدود 3 سنوات ومبلغ عالي، فشاف ذاك الوقت الرئيس أنه المبلغ عالي والشركة مكلفة، كلف الجيش العراقي. هو الجيش نعم بحفر وذاك صار قناة الجيش وسمي بقناة الجيش. نعم. المفارقة ما بين اليوم وزارة تعرض خدماتها مثل وزارة الموارد المائية، هو هذا المؤشر، وما بين السابق اللي إحنا سميت باسم الجيش، شنو هذه المفارقة اليوم بين حكم وحكم؟ لا هو هذا لأنه حقيقة موجود إرادة فاسدة. يعني إحنا نقول فساد، يعني حتى المستمعين يعني أسمعهم بدأت تتعود على أن يسمعون هذه كلمة الفساد مفرد، مع الأسف يعني مريض يعني يتعودون على المفرد. هو عدم وجود نزاهة، لأن الوظيفة العامة يجب أن تكون على أساس التكليف، يكون على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة، ونضيف لها عمليا الرؤية والقدرة على التنفيذ. أنا شو أسوي؟ عندك خبرة ما عندك كفاءة، ما يخالف عندك كفاءة ما عندك نزاهة، أو عندك نزاهة وخوش آدمي وزين بس ما عندك رؤية على التنفيذ، ما عندك قدرة في إدارة المؤسسة. ولذلك مجلس النواب اللي أشر عليه قالوا الفساد وسوء الإدارة. إيش قد كلفنا؟ كلفنا 13 سنة ما عدا كلفنا 146 التكاليف، 11 مليون دولار الغيار تغييرات، لأن هم بأمانة بغداد ما عندهم خطة متكاملة في عينها. هذا كله بقناة الجيش. ومن صارت الأمطار نتذكر كلنا البغداد، فتم توجيه صرف المياه. هذه أجيها النقطة، خلينا شوي هم أرجع تكاليف إيش قد أوراق السابق، هو أرجع لها بوقتها صرفوا سلفة تشغيلية عن طريق أمين بغداد الأسبق صابر العساوي اللي هي كان المفترض خارج الضوابط 10%، هسه حسب ما متفق عليه شباب عرضونا بالجو وثيقة السلفة التشغيلية، كان المفترض حسب اللجنة الفنية اللي هو شكلها نفسه قال ما يحال مشروع تنطونا سلفة إلا نسبة 10% على أغرار بقية المشاريع، لكن أجوا خالف هاي الوثيقة بالجو سيد سعد وشوف أنه أنطى سلفة 30%، قالوا له على أغرار مشروع بغداد باعتبار كان بوقتها القمة العربية. نعم. زين هو شنو علاقة القمة العربية بقناة الجيش؟ سؤالي هنا، هل كان هناك يعني تعامل مع هذه الشركتين بشكل مباشر وبالتالي منحها هذه المبالغ دون مراعاة اللجان الفنية اللي قالت له يا سيد ما يصير أساسا هاي العملية ما تم مراجعتها، وكأنه هذا العقد وهذا المشروع صمم لهذه الجهة. أي عم بينه، لأن إحنا نقول طيب ما عنده حتى اسم المصرف اللي نطق خطاب الضمان همنا معروفة، أنا ما أريد أسئلها أو أذكر اسمها وما شابه. طيب وصاحب الشركة هو عضو مجلس إدارة ومؤسس في هذا المصرف باعترافه هو يعني في أحاديثه بهذا الباب. أنت خطاب ضمان 5% أنت مقدم، أنت مقدم تقارير حسابات ختامية لثلاث سنوات وتريد تأخذ 30% حصلوا على 30% من التكاليف كسلفة تشغيلية. طيب إذا فلوس ما عندك تكمل وش اسمك حساب الشركة ما يلام، ليش الأمين وافق؟ يوافق هنا، خلي القضاء يشوف لنا هذا ليش وافق. مو بي 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 لازم اكون مبرزات جرميه الان، يمكن
أنت جنابك الأوراق أمامك، يعني ولكن التحقيقات غير شكل. سيد سعد يحتاج إلى فتح الملف من قبل هيئة المزاهة من جديد. طبعاً. وبالتالي هاي الوثائق اللي عرضناها بالجو من ضمنها الموازنة. طبعاً. واضحة موجودة. هاي الوثائق اللي عرضتوها. نعم. يعني الأخوة عرضوها هي موجودة في مجلس النواب، لأن مجلس النواب حققت بالموضوع. طيب. ولكن وين انتهت القضية؟ أنت لو أني. انتهت بالتسوية 2015 ممكن. يبدو بالتسوية. زين إيه؟ وهذا حل يعني خلاص انتهى بعد ماكم من حق بس الفلوس وينها؟ انا اريد الفلوس وفوق الفلوس هذا التعطيل والتشوه البصري اللي صار يعني لاهالي بغداد. انت تعرف شلون شفت متنازعات عائليه؟ انا ارجع الدور القضاء والنزاهه الان من طبعاً. حق القضاء والنزاهه تفتح الملف القضايا لا تسقط بالتقادم. ها جيد القضايا يعني عندنا بالقانون يعني هسه اليوم هذا الملف انسد بامكان قاضي التحقيق يعيد تحقيقه في حال وجود مبرزات جرمية أو الجهة المتضررة حركة الدعوة مرة ثانية أو تحقيقه في ذاك الوقت كان غير مناسب أو غير غير مناسب أو ما كانت متوفرة وثائق. ولكن إحنا اللي عندنا يعني إحنا عندنا مبلغ طبعاً إيش قد صار فيه تدري يعني صار فيه بحدود 90 مليون دولار أكثر 94 مليون دولار يعني تم صرفه. طيب. انتهى وهذا القناة على حالة. زين أروح للشركات اللي قدمت اللي هي شركة المقاولون وشركة الغري. نعم. هذه الشركات شنو وضعها؟ سولفنا عنها شنو أصلا أنت لك باع بالتحقيق بهذا الموضوع؟ لا إحنا بوقتها قلت لك كان عندنا تحقيق استقصائي يعني طيب. بهذا الباب وبالتعاون ويا الإعلام. شو وصلتوا عن هاي الشركات؟ لا الشركات شركة المقاولون العرب حاولت تتملص. لمن تابعة هي هذه؟ المقاولون العرب شركة مصرية. نعم. بها أوراق رسمية؟ ما مسجلة فيها في العراق يعني إحنا من رحنا على مسجل الشركات ما مسجلة في العراق هذا جانب شركة الغري هي شركة أردنية طيب. ولكن هي ضمن مجموعة الشركات صاحبها عراقي أها. زين يعني في عراقي حين منا؟ إيه عراقي في حين عراقي عراقي لو عراقي من برا؟ لا لا عراقي عراقي وحاليا موجود؟ نعم موجود اسمه تعرفين لو بس لا معروف احنا ما نريد نردد اسماء أه. حتى مساله القضاء والاساءه وما شابه ولكن أي. على القضاء والجهات المختصه خلي يعودون يعني فتح التحقيقات في هذا الباب احنا ما لنا علاقه بالافراد احنا لنا علاقه بالاموال هاي الاموال نفس الجهه اخذت ماء بغداد ماء الرصافه طيب وين صارت مار صافة؟ إيش قد لغط صار عليه؟ يعني هذا كلامك بنفس الوقت اللي هو بسنة 2011 أيضا شباب عرضونا وثيقة عضو البرلمان يتحدث بي عن فساد المشروع اللي هو العفو لا عرضونا أوراق تأسيس الشركات أوراق تأسيس الشركات اللي هي هذه وثيقة يعني مخاطب بها النائب شيروان الوائلي أنا ذاك نعم مخاطب بها إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب شركات مسجلة يقول يابا دزونا أوراق ماكو. شركة المقاولون العرب اللي ماكو. اسمها فلان تمام حتى ما مسجل الشركات قالوا ما مسجلة في العراق اي وقتها ما جاوبوا مسجل الشركات أجابوا بأنه ما مسجلة في العراق ما مسجلة؟ ما مسجلة زي شو راحوا مضوا بالعقد خلاص هذا الموجود الجهة الإدارية شو نحالوها يعني هذه بدون تحقيق عندنا دنس نتحادث وفق الاوراق اللي امامنا طيب. الجهات المختصه ايش قد عندها اوراق وايش قد عندها محاضر خلينا نروح الى فاصل ومن ثم نواصل مرحبا بكم مره اخرى مشاهدينا وارحب مره اخرى بضيفي الناشط في مكافحه الفساد سعد ياسين مرحبا بك وحياك الله مره اخرى أهلاً تحدثنا قبل الفاصل عن سعيد ياسين سعيد ياسين انا قلت لك سعد قلت لي سعيد لا قلت لك ان شاء الله سعيد. اثنين هن بارك. انت سعيد رحمه تحدثنا قبل الفاصل على أنه يعني هذه السلسلة من الخطوات اللي شوفها حركات أو شوفها عملية من الفساد وبالتالي يعني شابها عملية عقوبة وعملية محاسبة أنا اللي يعني أعتبره هسه ما أعرف هو خطأ صح كيف أمانة بغداد دفعتها بخطوة إلى أنه بعد ما صار حالة من الفيضان في مدينة الصدر بأنه تدفع المياه الآسنة نحو قناة الجيش زين هذا مشروع مدفوع به مبالغ مالية طائلة هو علي حديث لا أستاذ حيدر هذا يسد نقص ثاني يعني النقص الثاني بمعنى
خطوط الصرف الصحي غير مؤهلة لاستيعاب كميات المياه. تقصد بالمدينة؟ مو بس بالمدينة. زين هذا من يسمح لهم يفتح لهم المياه. هذه شرق بغداد. أي. شرق بغداد كلها تعرضت إلى الغرق. شوف مدى الخسارة. شوف بس ويا هاي الشركة هذا الخمسة وكسور مليون. طيب. عوضوهم وبشكوى يعني يميت شو اسمه بشكوى لدى المحاكم قالوا إحنا هذا خرب لنا شغل. طيب. زين هذا التعويض ماله. تتصور قصور الأمانة يعني كل بيت تعوض كم بيت أكو كم ألف بيت كل بيت تعوض بأكثر من مليون دينار. زين سؤالي يعني تصور هذه الأموال اللي تم تعويضها للمواطنين لو قبلها خلينا دامجينا بالتطوير أنابيب الصرف الصحي خطوط الصرف الصحي. الموضوع كان ليش اسمه نغرق الموضوع إلا فترة مؤقتة يعني كان مقصود بعدين. كان مقصود بفتح أو دخول المياه الآسنة على قناة الجيش مقصودة لتدمير هذا المشروع حتى لا لا مو لتدمير لا مو لتدمير هاي الخسائر أو هاي الفساد مو لتدمير. طيب ما أعرف أنا يعني أشوف شنو الغاية إذا الغاية هي قصور الأمانة قصور الأمانة بس هذا مشروع عليه أموال طائلة خلاص هذا الموجود وصعب قلت يلا خلينا بس خل مشي وبعدين نعوضهم وكل شيء قاعد بمكان فوق الخسارة تعبير. فهو مي هو مي يعني شو اللي يأثر المي أضخ له مي جديد ثاني طهر المكان. طيب زين وين عملية التبطين اللي صار انت تدري كم جسر مشاهد مفروض عليه 17 جسر زين وين الشلالات اللي صارت وين المكان صار يخوف الآن احنا التقينا مع المواطنين قال احنا دا نخاف قضية الليل اكو فراغات بجوا اكو اماكن مخفيه طبعا هسه حالات تصير بي من قضايا لا اخلاقيه فالموضوع شو بيه خطوره. زين خليني اروح على انه محاسبه الفاسدين بهذا الموضوع. شباب عرضونا حديث السيد الكاظمي يتحدث هنا بزيارته المشروع قناه الجيش ويتحدث عن قضيه الفساد اللي بيه. عرضنا شباب ان شاء الله بهذا الجهد نبعث رساله اي نعم تكامل مؤسساتنا بالدوله العراقيه تنجح تعبر التحديات. هذا المشروع مع الاسف الشديد مشروع انصفت عليه مبالغ هائله وصلت حوله الى هدر مع الاسف الشديد. الان فرصه شلون نستعيد بهذا الظرف نبحث عن الاستقرار حتى نبحث عن فرص للاعمار. اشكر كل الوزارات كل المؤسسات اللي تقوم بهذا الجهد الطيب من الحج الشعبي امانه بغداد وزارة الإسكان، وزارة الكهرباء، وزارة النفط، وزارة النفط والزراعة والمواد المائية. وإن شاء الله تكون هاي الرسالة للجميع. العراقيين يستطيعون أن يعبروا التحديات. طيب، هذا حديث رئيس الوزراء السابق سيد الكاظمي يؤكد على أنه المشروع كان بفساد. فساد. زين السؤال. ليش ما الحكومات تفتح ملف الفساد بمشروع قناة الجيش سواء كان حكومة الكاظمي أو حكومة السيد السوداني؟ المشكلة احنا عندنا مو أخاف أحكي ناس تأخذ على نفسها. الفساد عندنا بالعراق فساد سياسي. من يعين الأمين؟ من يعين الوزير؟ من يكلف الوزير؟ من يكلف المدير العام؟ من يعينهم؟ حصة من؟ صح له لا؟ هذا الواقع. هاي بهالبساطة يعني ما يراد لها. العفو كان مبلغ التعويض هو 5.9 900,000 دولار 5,900,000 دولار. طيب. هذا مبلغ التعويض اللي صار في حين كان المطلوب بس جناب 16 جسر 12 شلال 46 منفذ ري للإرواء الحدائق المواصفات عالمية وجميلة لا هي إيه مع وجود مع 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 وجود استاذ حيدر مع وجود مؤشر على القصور بالمخططات يعني مخططات ما كانت مكتملة وغير ذات جودة لأنه أنت من تجيب استشاري الاستشاري يضع لك المخطط ويقوم يشرف على التنفيذ. زين هاش يسميها يا صفقة على قناة الجيش مشروعها صفقة القرن هاش يسميها يا صفقة؟ لا احنا صفقات القرن عندنا صفقة القرن وقناة الجيش يعني يسميها انت حتى ما النور زهير ترى هالكبرتك يعني هذا خلق مشروع قناة الجيش موضوع مفتوح وبأموال ولا زال لحد الآن مو قلت لك يعني 3 وزارات جهود قدمي هيئة حج الشعبي وزارة الإعمار والإسكان وزارة النفط وزارة النقل اشتركوا هاي كلها أموال وبعدين
صار يعني توزع على المديريات مال البلديه، هاي كلها اموال. زين من خلال تقصيك، هل هناك جهه سياسيه او حزب او شخصيه سياسيه كان وراء هذا المشروع والمستفاد؟ نعم، لان هذه الشركه كانت تدفع لي. منو هذا؟ شلون؟ عموما التحقيقات هي تعرف من خلال تقصيك اكيد عندك. لا لا واضحه، لا واضحه مو بعيدين منها. شنو اسلامي علماني؟ هسه خلينا نعرف. بس كله نفس الشيء اشوفه احنا بالفساد. بالفساد، شبهات الفساد الحين ما تثبت بالقضاء، هي شبهه فساد. ليش؟ لان انا وياك مواطنين، مو قضاة، احنا مو جهات رسميه، انت اعلام وانا ابن المجتمع، عندنا نزاهه انطباعيه. يعني عندنا انطباعات. جهه سياسيه صغيرونه، جهه سياسيه لا لا كبيره؟ لا ماكو جهه سياسيه صغيرونه تاخذ لها هيك شو اسمه وغيرها. زين، ما زالت هذه الجهه السياسيه هي لحد هاي اللحظه ما تسمح بفتح هذا الملف؟ ما اعرف شنو طريقه تشكيل الحكومات، ولكن من سنه 2015 من قال تسويه ذلك. ايه؟ بمعنى اكو اتفاق. اها، شنو يصير؟ يعني اكو جهه سياسيه تقف وراء اسكات فتح اي تحقيق؟ هسه احنا نسوي خسار سيارتين تندعم بالشارع. طيب بيناتهم السواق يسوون تسويه، صح ولا لا؟ صح، يتفقون يروحون شرطه ولا ما شنو. التسويه شنو؟ انت تقدر الضرر وتدفع الضرر. طيب هل هذا الضرر اندفع؟ لو احنا دفعنا بحدود 90 مليون دولار. افهم انه اكو جهه ما زالت واقفه وراء هذا المشروع. هذه هي الشبهه، تسمح بفتحها. حتى نكون خارج ربقه الاساءه، هذه هي الشبهه احنا عندنا كمواطنين. اكو حديث والاثبات على ذلك بانه قناه الجيش لا زال على حال. طيب اكو حديث للسيد محمد الربيعي، كان هو عضو مجلس محافظه سابق واليوم هو ناطق اعلامي لامانه بغداد. شباب عرضوا لنا هذا الحديث، خلينا نسمعه انا وجنابك ومن ثم نعلق. ونعرف انه علاء المعمار عنده مكاتب استشاريه وعمل بالمكاتب الاستشاريه، بس خطا كبير. علاء المعمار هو واحد من الناس اللي عمل شارع القناه، مشروع القناه، قناه الجيش. اليوم هو نفسه، هو المكتب الاستشاري اللي كان مراقب لقناة الجيش، اللي دولة رئيس الوزراء طلع بالتلفزيون سنة بداية حكمه وقال قناة الجيش بها فساد كبير. زين، هو أبو الفساد الكبير صار، جبته هو أمين بغداد. مو هنا النقاط الكثيرة والكبيرة اللي ما يقدر يصدقها الإنسان. أنت يا أستاذ العزيز اشتغل مع المكاتب الاستشارية بمخططات توسيعية، بمخططات تكبر بغداد وتعمل على تخطيط إنماء شامل حتى تخلصنا من الانهيار بالتخطيط الحضري. والله بعد 10 سنوات راح نبقى هيك، راح نقبل نقوم ندور على بغداد أخرى. طيب ندور على بغداد أخرى، هذا طبعا حديث سابق، يعني مو اليوم. نعم، هو نعم الآن نعم. يردنا يحضر بس اعتذر ربما لظروف معينة، مع هذا حق الرد مكفول لجميع من يرد اسمه بهذا البرنامج. لا رجل كان مسؤول أو يرى أنه متعلق بهذا الموضوع. تعليقك على حديث السيد محمد الربيعي على أنه يقول أمين بغداد السابق كان هو عنده شركات استشارية ضمن هذا المشروع، شلون خلوه أمين بغداد؟ استشارية ما أنا ذكرت لك الجهة الاستشارية بدون ما نعرف الجهل، يعني ما أذكر لك الجهل المستفيدة. فأنت من تكون عضو مجلس وعندك شركة وتقدم استشارة لأمانة بغداد والمشروع بفساد، تتولد عندنا يعني يتولد عندنا انطباع بانه فساد ولا يعني. بعدين انت شلون رسمي تقصد الامين بوقتها شلون المكاتب الاستشاريه كلهم من جهه واحده؟ لا الامين كان من غير جهه. ليش؟ بس ترى راح تفتح هو كان السيد امين صابر العساوي على غير جهه والشركه على غير جهه. لا اقصد المكاتب الاستشاريه مكاتب بعد هذا. لا شوف مكان امين بغداد السابق كان عضو مجلس محافظه. طيب استحوذ على تقديم الجهد الاستشاري باموال، وهذا بيتضارب مصالح. طيب شو احنا بالقانون نسمي تضارب مصالح، وتضارب المصالح ايضا ما يحق لعضو مجلس محافظه ان يشتغل ويستحصل، وحتى عضو مجلس نواب وحتى مسؤول حكومي. طيب ان يستحصل على عقود بشكل مباشر او غير مباشر في مؤسسته قانوناً. طيب يجرب. خلينا نروح في أقل من دقيقة، ما عندي بعد من الوقت. الآن أكو جهد من قبل أمانة بغداد وزعت على شكل مقاطع اللي تحدثنا عنها سابقاً، رادوها يا مهودين وزعوها مقاطع. أحسن. مجلس المحافظة كل واحدة طولها 30 مليون دولار ومشوا المشروع. اليوم رجعت الأمانة من جديد وزعها على شكل يقول مواردات مالتنا جديدة ونشتغل. برأيك هاي الفكرة
راح تنجح لو هي يفترض لسد ثغرات المشروع السابق. لا يفترض أسا احنا عندنا اكو ثغرة ماكو ثغرة، احنا عندنا تشوه بصري. طيب يفترض الآن من تتوزع على مديريات البلديات أن يعتمدون جهة استشارية وكل دائرة بلدية تستلم المقطع مالها، مو تكون كوبي بيست يعني نسخة، يعددون الجانب البصري بها، يعني كل مقطع إلى فد نكهة، كل مقطع إلى فد نكهة، مو يطبقون نفس ال... ولذلك قادرين أمانة بغداد قادرين حاليا رأيك؟ هم يوزعوا يعني كان آخر دعوة بأن يوزعهم على مديريات البلديات. فالآن أتمنى عليهم هذا جانب. جانب الآخر أن يعتمدون جهة استشارية مهنية متخصصة لحقيقة تحسين التشوه البصري اللي صار عندنا. وهي أيضا نتمنى إحنا هذا الشيء. وريت كل بلدية كل يعني الغدير إلى بصمة. يا ريت. يعني من نشوف هذا نقول هاي بلدية الغدير، هاي شنو هاي بلدية بغداد، هاي بلدية. وأيضا ندعو أنه لا ينسى العظمية، هاي بلدية الصدر اللي هو هدر بالمال العام أو تجاوز على المال العام. أنا أشكرك شكرا جزيلا الناشط في مكافحة الفساد سعيد ياسين، شكرا جزيلا لك. قصة من قديم الزمان لعبرة في حاضر الأيام. يحكى أن رجلا كان يبيع الحنطة، فجاءته امرأة جميلة فسألته هل عندك حنطة؟ قال لها نعم، ونظر إليها نظرة إعجاب وأمسك يدها وقال لها عندي حنطة في الداخل أحسن، لكنها تركته ومشت. فلما رجع إلى بيته وجد زوجته حزينة فسألها ما بك؟ قالت أن السقاء الذي يأتي بالماء كل يوم يضع قربته في الإناء ويسير دون أن يراني أو أراه، لكنه اليوم أمسك بيدي وأول مرة يفعلها. فسكت زوجها وقال سبحان الله، دقة بدقة، ولو زدنا لزاد السقاء. فالعبرة هنا أن الكلام موجه إلى الذي يتعدى على أعراض الناس. لا تنسى أن البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، فكن كما شئت، فكما تدين تدان. بعد التحري انتهى، إلى اللقاء.